نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية خلال 24 ساعة الماضية وعلى النحو التالي: الأولى نفذتها القوة الصاروخية في البحر العربي، استهدفت سفينة فربينا وقد أصيبت إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال الحريق فيها بفضل الله. والثانية استهدفت سفينة سيجاردين في البحر الأحمر وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله. والثالثة استهدفت سفينة أثينا في البحر الأحمر وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله. وقد نفذت العمليتان بعدد من الصواريخ البحرية البالستية والطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية ماضية بالتوكل والاعتماد على الله في تنفيذ توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في توسيع العمليات وتطوير القدرات العسكرية إسناداً ونصرةً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودفاعاً عن اليمن العزيز. ولن تتوقف عمليات الإسناد إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.